نتواجد الآن في ضفة الوادي واد سوس بلوك 6 حي أزرو. بدأت الأشغال، كان بدأت شيامات هذه الأشغال، يعني الحاجز الوقائي اللي تبدأت الأشغال فيه تقريبا شي شهرين هذه، ولكن 20 يوم هذه باش توقفت الأشغال، وحنا ما عارفينش السبب. المشكلة أنه دابا فاش توقفت الأشغال ولا تيشكل خطورة على السكان وبالخصوص الأطفال المجاورين لهاد البلاصة هذه. وكما شفتوا الحمد لله جات الأمطار، أمطار الخير، ولكن بقدر ما حنا فرحانين بهاد الأمطار ولكن متخوفين من الآثار ديالها، بالخصوص أنه تقدر تجي السيول ويجي الواد حامل. وهاد البلاصة هذه يكون غير خلوها كما كانت في الأول بعد تيفوت تتفوت هاد السيول، ولكن دابا حيت بداوها ولات كتشكل خطورة. وبالنسبة للأشغال، ولو أنه حنا ما عندناش، أنا ما عنديش تجربة في يعني دراية بهاد الأشغال، ولكن بالعين المجردة كيبان باللي راه يعني الأشغال ناقصة، يعني من حيث الأسمنت، من حيث الحديد، من حيث تيعمروا داك الشيء غير بالرمل والتراب، يعني لا يعقل المشروع بحال هذا باش تكون الأشغال فيه بهذه الطريقة هذه، لا يعقل. ومن هذا المنبر ندعو يعني كل الغيور والمسؤولين ومن يهم الأمر في هذه المنطقة هذه باش يجيو يشوفوا هذه الأشغال هذه واش ويديروا مراقبة واش يشوفوا باش يشوفوا واش هي هذيك نيتو ولا لا. المشكلة أنه الشركة بداتو ولكن الأشغال متوقفة لحد الآن وما كنعرفوش علاش. وبما أن الأشغال متوقفة ولا كيشكل خطورة، تيشكل خطورة على الساكنة المجاورة للواد، خصوصا أنه كاين السكان، كاين ولادهم. هاد الأشغال تتم قرب واحد الملعب هنايا، الملعب المعروف بمعروف الملعب الكبير لأزرو. هنا هاد البلاصة هي المتنفس الوحيد للشباب في هاد المنطقة. هنايا كتجرى الدوريات، مثلا دوري رمضان، دوريات أخرى، ولكن دابا تم احتلاله، يعني احتلاله بالأتربة ومخلفات ديال هاد الأشغال. والمؤسف أنه الأشغال لم تتم، يعني الأشغال الآن متوقفة ولا نعرف السبب. من جهة أخرى الملعب راه ما كاينش البديل ديالو في هاد المنطقة هذه، وكاع سكان أزرو راه تيعرفوا هاد الملعب هذا وما له من فضل على الشباب اللي كانوا من هنايا بداو المسيرة ديالهم، وفيهم اللي وصلوا للفرق الكبرى. نريد يعني كإشارة باش يتعاد الاعتبار لهذا الملعب هذا، وتعاد التهيئه ديالو باش يكون في المستوى. والمحيط ديال الملعب كما كتشوفوا راه يعني تيكون مرتع لي يعني النفايات ومخلفات البناء، ماذا بنا لو تم تأهيل هاد البلاصة هاد المنطقة باش تكون المتنفس ماشي غير للسكان المجاورين ولكن السكان أزرو ككل. بالنسبة يعني أيام العطل فيما يخص الشباب والأطفال، أيام العطل راه هذه هي الوجهة المفضلة لهم هنايا، يعني هذه هي الوجهة فاش كيجيو الدراري باش كيمارسوا الرياضة ديالهم سواء كرة القدم أو الجري. المهم هذا هو المتنفس الوحيد في هذه البلاصة هذه، وكما قلت في الأول حبذا ولو تم تأهيله يعني ويكون ملعب في المستوى. وحنا كنطالبوا من هذا المنبر هذا، كنطالبوا يعني المسؤولين ومن يهمه الامر في هذه القضيه هذه باش يشوفوا هذا المشكل، راه خاصو يكمل هذا المشروع، الا فيه شي مشكل يعني خاصو يكمل.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.